أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث، دائرة التحليل السياسي والنقاش حول آخر المستجدات السياسية على صعيد المحل الفلسطيني وعلى صعيد الصراع مع إسرائيل، وإن كان هناك تحركات إقليمية ودولية خاصة في ذات الشأن. دعوني في البداية أرحب بضيفي من قطاع غزة عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ عاطف أبو سيف، رئيس تحرير مجلة سياسات. تحياتي أستاذ عاطف. تحياتي لك والمشاهدين. كالعادة نبدأ بجولة سريعة لأبرز ما تداولت صحف اليوم من عناوين، ثم نبدأ وإياك بحلقة النقاش لنتابع. نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومن جريدة القدس. نقرأ: مبادرة أمريكية تطلب من إسرائيل جدولا زمنيا مفصلا للانسحاب من الضفة وقيام الدولة الفلسطينية العام المقبل، وانتقادات في إسرائيل لتخصيص حافلات للفلسطينيين فقط. إلى صحيفة الحياة الجديدة، السيد الرئيس يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تطورات عمليات السلام، وفي عنوان آخر: الاحتلال يفتح وحماس تغلق معبر كرم أبو سالم. إلى صحيفة الأيام التي عنولت، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول: سأقترح على أوباما عملية خطوة بخطوة محسوبة نحو السلام مع الفلسطينيين. وباراك يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات أحادية ويقول: ضم الكتل الاستيطانية لحماية حل الدولتين. إلى أهم ما جاء بالصحف العربية ومن مصر وجريدة الأهرام، باراك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. من صحيفة الخليج الإماراتية، إصابة جندي إسرائيلي خلال تصدي الأسرى لعملية اقتحام سجن النقب. ومن الدستور الأردنية، القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال الدورة 139 لمجلس الجامعة العربية. ومن صحيفة الجمهورية المصرية، منظمة التعاون الإسلامي تستنكر جريمة اقتحام الأقصى. ننتقل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومع الشرق الأوسط، حكومة غزة تطلق حملة وطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال. أما صحيفة القدس العربي، دولة الضفة الغربية مرفوضة فلسطينيا ومطروحة أمريكيا ومستغلة إسرائيلية. نصل إلى أبرز ما جاء بالصحف الإسرائيلية ومن صحيفة يدعوت أحرنوت: نتنياهو للبيت اليهودي ويشعتيد وزارة الخارجية لليبرمان، وعليكم الاتفاق من سيحصل على وزارة المالية. إلى صحيفة معرف، واشنطن تقول: زيارة أوباما لن تلغى بسبب عدم تشكيل حكومة في إسرائيل. ومن صحيفة هارتس، نائب الرئيس الأمريكي تحدث عن عملية عسكرية ضد إيران. ونختم بأهم الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست الأمريكية: بعد لقاء كيري ومرسي، حزمة مساعدات فورية لمصر. وأخيرا من نيويورك تايمز، مقاطعة المعارضة المصرية للانتخابات هزيمة ذاتية لها. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ عاطف أبو سيف من قطاع غزة. أستاذ عاطف، كما تلاحظ فإن أهم العناوين تدور حول زيارة أوباما من ناحية، وما تسرب في صحف إسرائيلية من أن إسرائيل ستقدم بوادر حسن نية كما قالت صحيفة معاريف مثلا، وفيما نفى مكتب نتنياهو هذا الخبر. ولكن قبل ذلك دعنا نترك الشأن الداخلي، كونك تحدثنا من قطاع غزة. ما سرب أو ما أعلن مؤخرا بأن الاحتلال يفتح وحماس تغلق معبر كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني، وحديث عن أنه هل بدأ فعلا ترسيم الحدود، حدود قطاع غزة مع إسرائيل، أم أنه مجرد انتهاك خطير لحقوق وحرية المواطن الفلسطيني في السفر والتنقل بوطنه. أيضا الحديث عن أذون مطلوبة من طلبتها حركة حماس من أي مسافر فلسطيني يريد أن يعبر معبر إيرز، يعني بعيدا عن موافقة إسرائيل أو تصريح يحصل عليه من إسرائيل، هناك مطلوب تصريح من حركة حماس. ما الذي يجري على هذا الصعيد ومواقف حماس في إدارتها، إدارة الأمر الواقع على قطاع غزة، في ظل هكذا أمور يعني ترتبط بشكل مباشر لما يريد الاحتلال من ناحية ولما تحمل من أجندة من ناحية ثانية؟ ضعنا في صورة الوضع أستاذ عاطف. يعني هو بداية كما قلت، جملة الشواهد التي تحدثت عنها بخصوص إغلاق معبر كرم أبو سالم فيما يقوم قوات سلطة الاحتلال بفتحه، وطلب من المواطنين الحصول على أذون للخروج من قطاع غزة باتجاه فلسطين المحتلة عام 48،
بين قوسين معبر إيرز. نعم. يعني هذه يعني بغض النظر ما هي دوافع حماس، يعني لأن هذا أمر آخر سنتحدث عنه لاحقا، ولكن من الخطورة بمكان أن يصار إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات دون النظر في انعكاساتها الوطنية، بمعنى أنها تعزز حالة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. طبعا لا أحد يحب، لا يوجد فلسطيني يحب إسرائيل، ولا أحد يقع في غرام إسرائيل، ولا أحد يرغب حقا في أن تظل إسرائيل يعني هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني اقتصاديا عبر إرسال مواد البناء أو الأطعمة أو الأغذية إلى قطاع غزة، ولكن هناك حقيقة أن إسرائيل هي قوة الاحتلال أو الاحتلال الكولونيالي، الإحلال الاستعماري على الشعب الفلسطيني، سواء كان في قطاع غزة والضفة الغربية أو في بلادنا التي هجر منها أهلنا في عام 48. بالتالي أي إعفاء لإسرائيل من مسؤولياتها هو عمليا تبرع مجاني يقدم بلا مقابل لإسرائيل، ويعزز هيمنتها على الشعب الفلسطيني دون أن يحصل هذا الشعب الفلسطيني على أي من حقوقه. بمعنى هذا من جانب، الجانب الآخر والأهم من ذلك أنه يعزز عملية فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وبالتالي تصبح مقولة إسرائيل أنه لا يوجد هناك شيء في اسمه فلسطين، هناك مناطق مختلفة تحت لا استولت عليها إسرائيل، استعادتها إسرائيل، إذا شئت تتحدث طيب اللغة يعني الإسرائيلية. في صحيفة القدس العربي اليوم كان في عنوان لتقرير إخباري أو تحليل إخباري: دولة الضفة الغربية مرفوضة فلسطينيا ومطروحة أمريكيا ومستغلة إسرائيليا. مرفوضة فلسطينيا، يعني هذا نتحدث عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية على الأقل، التي تثبت موقفها في أي حراك أو نقاش مع الولايات المتحدة، سواء في زيارة في لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الرياض مؤخرا، أو عندما ذهب الوفد الفلسطيني دكتور صائب ودكتور محمد شتية إلى واشنطن وثبتوا هذا الموقف من أنه دولة فلسطينية على حدود عام 67 وفق المرجعيات الدولية. ما الذي يجري من جانب آخر؟ يعني في الوقت الذي، وهنا أريد أن أتحدث عن موقف حركة حماس، في الوقت الذي نتحدث بصوت الإجماع الواحد مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل ومع كل المحافل أو الدول العالم من أنه دولتنا دولة عام 67 أو على حدود 67، الرابع من حزيران عام 67، ونرى على الميدان ما يكرس أو ما يفند أنه هذه الأراضي، يعني حتى فلسطينيا لا نريد أن نقول بأنها فلسطينيا متنازع عليها وليس فقط إسرائيليا متنازع عليها. موقف حركة حماس مما يجري وخطورته إلى جانب تكريس الانقسام وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، هل تعتقد بأن هناك أجندة أخرى مختلفة في على ضوء معطيات التهدئة والرعاية المصرية لها، أو على ضوء صفقة تبادل الأسرى أيضا التي رعتها مصر؟ يعني هو هذا 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 يقودنا للحوار حول إلى النقاش حول ما هو موقف حماس تحديدا مما يجري. يعني بجانب هذه الشواهد هناك شواهد أخطر من ذلك. موضوع طرح حماس للموضوع للمصالحة، مفهوم حماس للمصالحة الذي يرتكز على إدارة الانقسام، يعني إذا شئت، بمعنى إبقاء غزة على ما هي عليه وإبقاء الضفة على ما هي عليه، وبالتالي إدارة أن يدير قطاع غزة ظهره للضفة الغربية كما يدير ظهره للصراع، إخراج غزة من الصراع. وهذا أعمق، يعني إذا كانت حماس ترغب يعني في أن تكون لها مملكة أو إمبراطورية في قطاع غزة هذا أمر شأنها، ولكن أن يمس هذا بتطلعات وأمال الشعب الفلسطيني هنا تكمن الخطورة. بمعنى يعني بمعنى القيام بهذه الخطوات من باب أنا يعني من حقي كفلسطيني أن أحاكم حركة حماس، لأن أنا بالآخر أنا متضرر من هذا الوضع، أنا أعيش تحت وضع انقسام، أنا لا أرى أي مستقبل لبناء دولتي الوطنية الفلسطينية التي استشهد دونها أصدقائي وأهلي وشرد أهلي من بلاد من بلدان من مدينتهم العظيمة يافا وما إلى ذلك. بالتالي أنا من حقي أن أحاكم هذه التصرفات، ولكن على حماس أن تنتبه جيدا أنه لا يجوز فقط يعني من أجل إبداء موقف وكأنه معارض لإسرائيل فيما هو في صحيح الأمر يصب لمصلحة إسرائيل، بمعنى أنه حين تطرح الأطروحات التي تقول الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، هذا يعني أن قطاع غزة خرج من حسابات الصراع العربي الإسرائيلي، وأن هناك طبعا اقرأ الفكر السياسي الإسرائيلي في السنوات الخمس الماضية، هناك إجماع إسرائيلي على إدارة الظهر لقطاع غزة والتعامل بنفس الوقت مع قطاع غزة كأمر واقع. يعني في استطابة على ما يبدو أن حماس تستطيب إدارة الأمر الواقع كما هو، بمعنى أن هذا الأمر الراهن على ما هو عليه هو أفضل حل، يعني بمعنى يمكن لنا أن نستغل
تغني عن اي شيء ياتينا من اسرائيل عبر كرم ابو سالم، بغض النظر اذا كانت حماس تقول انا لا اريد عنجهيه اسرائيليه ولا اريد اقتصاد اسرائيل وما الى ذلك، ولكن هذا يعني عمليا ان اسرائيل وافيت من مهامها من مسؤولياتها في القانون الدولي وقانون الدول الانساني كقوه احتلال، وبنفس الوقت هي بالفعل قالت للمجتمع الدولي ان غزه لم تعد جزء من المشروع الوطني الفلسطيني. ومن هون وانا لا اعتقد ان هذا بريئا، يعني لا يمكن اخذ هذه الخطوات التي تقام بنوع، لانه السياسه اخر شيء يمكن ان تتصف به السياسه هي السذاجه، لانه السياسه قائمه على الحكمه والدهاء والمكر، ولكن لا يمكن نزع السياسه الوطنيه عن المصلحه الوطنيه، وهنا تكمن خطوره ما تقوم به حماس بهذا الشان. يعني حين يطلب من مواطن ان يحصل على تصريح إذن لكي يذهب إلى رام الله بمعبر إيرز، أنت تقولي علانية أن غزة دولة والضفة الغربية دولة أخرى، وهذا تحديدا ما يشيع في المجتمع الدولي ضرورة أنه خلينا نجد حلا للضفة الغربية وحدها قائم على الوضع الرائم في الضفة الغربية، تكييفه لكي يصبح يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية أن يديروا حياتهم، وهذا أمر خطر. وأنا أعتقد على حماس أن تنتبه جيدا حتى لا تجد نفسها في تصادم مع مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني وأماله، حتى لا تختزل، وهذا أهم في الأمر، حتى لا تختزل فلسطين في غزة، غزة التي كانت في لحظة معينة هي رافعت الوطنية الفلسطينية منذ الهبات الجماهيرية التي خرجت بالخمسينات ضد توطين قطاع غزة في سيناء، وكان يقودها شاعرنا معين بسيسو في حين كما تذكرين، إلى انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة بجميع فصائلها حتى حماس. لا يمكن لحماس أن تختزل فلسطين في غزة، يعني غزة التي كانت بؤرة الوطنية الفلسطينية ممكن نجعلها هي فلسطين بس. نعم، وللإضافة أيضا مفهوم بأنه حتى الانتفاضة الثالثة التي جرى حديث عنها مطولا في الفترة الأخيرة، ما منع اندلاعها أو استمرارها أو تطورها لترقى لمرحلة انتفاضة هو الانقسام الفلسطيني، وهو تصريحات أيضا خرجت من قطاع غزة من بعض القادة أشعرت الشارع الفلسطيني بأنه يستغل في حراكه، يستغل في غضبه من قبل متربصين وما إلى ذلك، سواء مستفيدين أو متربصين لأهداف قد لا تكون الاحتلال الإسرائيلي فقط. طيب أميرة، وكأنه بعد إذنك غزة ليست محتلة، وكأنه لا يوجد، وكأنه إسرائيل لم تواصل انتهاكات اتفاق التهدئة الذي تم بعد العدوان 8 أيام على قطاع غزة حتى اللحظة. يعني يوم أمس كان في احتجاج للصيادين في ميناء غزة على الانتهاكات التي تقوم بها الطوارد والبوارج الحربية الإسرائيلية بحق الصيادين في قطاع غزة في عرض البحر، والذي اتفاق التهدئة أو الهدنة ضم أو شمل أنه مساحة أوسع للصيد فيهم، وهذا ما لم تلتزم فيه إسرائيل. كان بالحري من حركة حماس على الأقل أن تتحدث عن خرق إسرائيل لهذه التهدئة. طيب أستاذي، دعني أنتقل إلى الموضوع الرئيسي وهو عملية السلام، هل تستأنف المفاوضات أم لا؟ زيارة أوباما هل تحمل جديد كما سربت صحيفة معرف مثلا مؤخرا من أنه أوباما سيطالب إسرائيل بانسحاب من الضفة الغربية ضمن جدول زمني معروف، وأنه الدولة الفلسطينية ستقام أو ستعلن في عام 2014، وتم الحديث أيضا من صحيفة معرف أيضا عن أن بنيامين نتنياهو في صدد تقديم تنازلات أو بوادر حسن نية كما قالت الصحيفة، من أنه نقل تغيير وضع عدة مناطق مصنفة بسي إلى مناطق A، ما يعني إخضاعها مباشرة للفلسطينيين، أيضا تطال تسهيلات طرق الوصول إلى مدينة روابي شمال رام الله وطريقا آخر تؤدي إلى طريق إلى طول كرم الصناعية، كما تدرس إسرائيل مسألة إقرار الخطط الهيكلية لعشرة أحياء فلسطينية جديدة تقع في مناطق سي وتعتبر حاليا غير قانونية، مما جعل الإدارة المدنية الإسرائيلية الإسرائيلية تصدر أوامر بهدمها، كما يجري التداول أيضا حسب معاريف احتمال الإفراج عن عدد ملحوظ من الأسرى الفلسطينيين الذين يقدمون يعني ما قبل أوسلو، ولكن مكتب بنيامين نتنياهو نفى هذا الكلام وقال بأنه لا ربط بين هذا وذاك. ما سمعنا مؤخرا أو ما جرى من تصريحات في مؤتمر الإيباك اللوبي اليهودي في واشنطن، تحدث فيه جو بايدن وتحدث فيه هود باراك وأيضا أو على هامشه، رد بنيامين نتنياهو على هذا الكلام، قال لا يمكننا أن قال إن إسرائيل انسحبت من لبنان، انسحبنا من غزة، تخلينا عن الأرض
الأرض وحصلنا على الإرهاب، وبالتالي لا يمكننا أن نسمح بحصول ذلك مرة ثالثة. وقال إن إسرائيل مستعدة لتسوية ذات معنى، لكن كرئيس وزراء إسرائيل لن نتنازل عن أمننا، علينا أن نعمل معا لإيجاد مسار واقعي إلى الأمام، عملية مدروسة خطوة بخطوة تدفعنا نحو سلام مستدام يمكننا إثباته والدفاع عنه. أهود باراك ذهب بأن قال حل الدولتين، ولكن إن استعصى الموضوع سنقوم بإجراءات من طرف واحد، ضم الكتل الاستيطانية الكبرى أو ما يسمى بالمنظور الفلسطيني إعادة انتشار، وما يسمى بالمنظور الإسرائيلي انسحاب من طرف واحد. كل ما يجري على هذا الصعيد من تسريبات وتأكيدات من مواقف أمريكية تارة ومن ما يسرب عن من خلال الصحف، في وقت المعلن رسميا من واشنطن بأن أوباما سيأتي للاستماع والاستكشاف، ماذا نفهم من كل ما يجري على الصعيد الإسرائيلي الأمريكي وعلى الصعيد الأمريكي الفلسطيني؟ لأنه بداية يجب البحث في دوافع أوباما من وراء هذه الزيارة. يعني إذا بتلاحظ أوباما في بداية ولايته الثانية يبدو أقل طموحا من أوباما في بداية ولايته الأولى، وهذا مهم جدا، لأنه أدرك أن ليس كل ما يقال يمكن أن يحقق، وأنه ليس بمقدوره فرض تسوية على إسرائيل على ما يبدو. فلذلك قالت الإدارة الأمريكية أن أوباما سيأتي ليستكشف، هو يريد أن يتفاوض على شروط التفاوض، بمعنى يريد أن يسمع من الطرفين وجهة نظريهما حول ممكنات الجلوس للتفاوض، هذا واحد. فبالتالي تعظيم أو البحث، وأنا لست من دعاة تعظيم أو بناء توقعات كبرى من زيارة أوباما، لأن أوباما نفسه لا يبدو طموحا في ذلك، لأنه يدرك أن هناك ثمة شرق أوسط مضطرب، هو يبدو أكثر مهادنة في سياسته في الشرق الأوسط، يعني هناك في محاولة مخرج سياسي للأزمة السورية على ما يبدو، وهو يدرك أن الأزمة في مصر إذا تفاقمت قد تكون كارثية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هو أرسل جون كيري مبكرا لكي يبدأ عملية استكشاف الآراء، وكان ذلك جزء منه لقاء الرئيس محمود عباس معه مؤخرا في الرياض. تمام. هلا إسرائيليا، إسرائيل ثمت توتر في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، طبعا شهدنا جزء منها خلال قبل انتخاب أوباما، قبل إعادة تجديد لأوباما. نعم، مفهوم. ولكن هل يعني هذا الخلاف يعني يبدو شخصي أكثر منه سياسي أو استراتيجي؟ بالتالي أميرة بالتالي أميرة هناك دعوات إسرائيلية كحثيثة إلى لأوباما لنتنياهو بضرورة البحث عن تليين هذه العلاقة مع واشنطن. بالتالي محاولة الاقتراب أكثر من واشنطن في سياستها باتجاه سياستها في الشرق الأوسط، خاصة إذا فلتت كي لا تفلت الأمور من الإقليمية، وهناك قلق متعاظم من الموضوع الإيراني والموضوع الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط. بالتالي هناك دعوات يعني حثيثة لنتنياهو بضرورة أن يتقدم ولو مليمترا واحدا. بالتالي هنا بدأ الحديث عن خطوات بناء الثقة أو بوادر حسن النية التي لم يرغب نتنياهو بتقديمها مجانا. يعني بالتالي من هون يمكن تفهم نفي نتنياهو بأنه سيقوم بذلك، ويريد مقابل هذا أمر من الفلسطين. هنا اللي قلت عنه في التقرير قبل بداية الحلقة، هو خطوة بخطوة. إذا قمت بكل ما قلت عنه من فتح طرق جديدة للروابي أو منطقة صناعية في طول كرم، أطلق السراح أسرع، ماذا سأحصل مقابل ذلك؟ هل سيطل الفلسطينيون متمترسون حول مواقفهم؟ بالتالي من هنا أعتقد هذا النقاش هو جزء من حالة الاستكشاف الذي يريد أوباما أن يذهب إليها لكي يعود. أنا بعتقد هو لا يوجد حديث عن مبادرة أمريكية بالمناسبة، هو الحديث فلسطينيا وإسرائيليا عن توقع وجود مبادرة، وإلى الأمريكان لم يتحدثوا، حتى المبادرة الأوروبية إلى الآن لم تنضج، وكان مفروض أن تنضج في أدار. وأنا بعتقد الاتحاد الأوروبي سيتريث ماليا لكي يرى استنتاجات أوباما بعد زيارته للشرق الأوسط. لا، وحتى يعني وصلنا لمرحلة نفي لهذه المبادرة الأوروبية أصلا، يعني القنصل البريطاني اللي تعرض موكبه في جامعة بيرزيت مؤخرا للاعتداء أو للمقاطعة، هو نفسه فينسنت فين، هو نفسه من قال بأنه لا وجود لمبادرة أوروبية، كان تم الحديث عنها من أنه بريطانيا وفرنسا مدعومتان من ألمانيا وتحت إطار الاتحاد الأوروبي ستقدم عليها بين الإسرائيليين يعني والفلسطينيين، فيما يبدو أنه أوكلت المهام أو عادت
القضية إلى الحضن المتحدة. الأمريكي بدرجة الأساس. نعم صح، هذا ما أقوله. يعني حتى المبادرة الأوروبية التي كان من المتوقع أننا عنها في آذار مثلا، الانسحاب الأوروبيين هو ترك المساحة لأوباما، ولكن هذا لا يعني بالمطلق أن الاتحاد الأوروبي سيلغي بشكل كامل محاولة بلورة مبادرة. ولكن أوباما بنفس الوقت لا يبدو متحمسا كثيرا، لأنه لا يريد أن يدخل منزلق، ولا يريد أن يقدم مبادرات وتفشل. تمام، مرة أخرى يعني أوباما يبدو أكثر حذرا وأكثر ترددا وأكثر خوفا بهذا المعنى، لأن الإقليم لم يعد كما كان في ولاية الأولى مثلا. الإقليم مضطرب، الإقليم متوتر، أي فشل لأوباما من شأنه أن ينعكس على التحالفات الجديدة التي يحاول أوباما أن يقيمها في المنطقة مع النظم العربية الجديدة التي أفرزها الربيع العربي. بالتالي إسرائيليا هناك قلق بهذا المعنى. نعم، ولكن حتى تحالفاته مع الأنظمة العربية الجديدة أو أنظمة الدول الربيع العربي هو بحاجة بالأساس يعني حل على المستوى الفلسطيني، لأنه ليس من المنطق أن يدعم ديمقراطية وحرية في تقرير المصير لتلك الدول فيما يحرمه على الجانب الفلسطيني. هذا كنا تحدثنا فيه كثيرا عقب توجيهنا للأمم المتحدة. ولكن ما تمارسه إسرائيل في القدس المحتلة أستاذ عاطف من مسألة حافلات نقل باصات، هذا ما أقرت وزارة المواصلات الإسرائيلية مؤخرا، ستكون مخصصة فقط للفلسطينيين وممنوع الاحتكاك بحجة منع الاحتكاك أو تخفيف الاحتكاك مع اليهود، وما يتعرض له العرب الفلسطينيون في المدينة المقدسة ومناطق 48 من اعتداءات متكررة من قبل اليهود المتطرفين، خلع حجاب لامرأة حامل كان في محطة القطار قبل فترة لم ننساها، أيضا مسألة الزيارات لفايغلين، زيارة فايغلين الأخيرة حزب الليكود عضو حزب الليكود إلى المسجد الأقصى ومحاولة منع ذلك. كل هذا يعني عنوان رئيسي كان في الصحف الإسرائيلية لبعض المقالات من الليبراليين والعلمانيين في إسرائيل، يقولوا بأننا أصبحنا دولة أبارتهايد عنصرية، يجب إسقاط جدار العزل كما يقول مثلا موشي أنس، أو مثلا خطوط لصورة العنصرية أسرة التحرير في صحيفة هآرتس. كل يعني في مقالات كثيرة كانت اليوم ويوم أمس وأول أمس تتحدث في ذات السياق. هذه الممارسات في إسرائيل أو على المناطق المحتلة مثل القدس كيف يمكن أن تؤثر أو تلقي بظلال على الحراك السياسي لاستئناف عملية السلام من ناحية، وعلى الموقف الإسرائيلي في دفاعه عن مسألة الأمن كما يروج ويقول، أو على مسألة إنه حل الدولتين كما يتغنى إيهود باراك مؤخرا في تصريحه؟ يعني هو هذه الخطوات يجب أن تؤخذ في سياق التطور اللي حدث في الوعي السياسي الإسرائيلي. هناك إجماع في النخب السياسية الإسرائيلية، وانظر جيدا إلى برامج الأحزاب السياسية سواء من ليكود بيتنا ولا لبنيت ولا يوجد مستقبل يائير لابيد إلى حتى حزب العمل. هناك في اتفاق إسرائيلي، رغم أنه في اتفاق على أنه المجتمع الإسرائيلي، أحد المفارقات مثلا المجتمع الإسرائيلي في استطلاعات الرأي يؤمن بحل الدولتين، ولكنه يؤمن بأغلبية أكبر بأن تحقيق ذلك صعب مستحيل. في إجماع إسرائيلي على عدم إمكانية تحقيق التسوية، هذا مهم جدا. بالتالي ما تقوم به إسرائيل من خطوات هو البحث عن أفضل السبل للتعايش مع الحل مع الوضع الراهن، وهذه سياسة نتنياهو، الانتقال من إدارة الصراع إلى إدارة الوضع الراهن نفسه. بمعنى انه هذه الحافلات وعمليات الفصل المنهج للمجتمع الفلسطيني عن المجتمع الاسرائيلي هي جزء من ان هذا الامر مستمر، ان الاختلاط بالشعب الفلسطيني مستمر، بالتالي يجب علينا منع الاحتكاك باكبر قدر ممكن. هلا في نفس الوقت، وهذا ما يدعو اليه مثلا باراك وموفاز وبعض اقطاب الوسط واليسار، على اسرائيل الا تبدو امام المجتمع الدولي انها متخاذله في الحل السلمي. من هون مثلا انظري جيدا الى ماذا يعتقد باراك مثلا وموفاز ويحم فتش في حزب العمل، هذا المفروض الحمائم بالمعنى اليميني اذا قارنت بين اليمين واليسار الاسرائيلي والوسط حتى موفاز. يعني بتلاقي هناك اجماع اسرائيلي على شكل هذا الحل، هو الاحتفاظ بالكتل الاستيطانيه، عدم وجود حدود للدوله الفلسطينيه،
الفلسطينية مع شرق الأردن، تمام؟ بالتالي عدم موضوع الحدود مثلا، تسويات عمليات جراحية على الحدود لكي تتلائم مع الوضع، مع الديموغرافيا الإسرائيلية بمعنى، أو عملية الإصلاح الإسرائيلية. بالتالي إسرائيل في نفس الوقت هي عملية الإهام بالحركة. هذا ما تقوم بإسرائيل، هي محاولة إقناع المجتمع الدولي. يعني إسرائيل وصلت إلى أكبر نقطة مغلقة في حياتها السياسية، أنها لأول مرة استطاع الفلسطينيون بفضل الدبلوماسية الفلسطينية والنشاط السياسي الفلسطيني أن تبدو إسرائيل حقا أنها لا تريد التسوية والسلام. بالتالي إسرائيل الآن في منطقة تحاول تحريك هذه المياه الراكدة حتى تبدو على الأقل أنها مخالفة لهذا النقيض. وهذا انعكس طبعا، لم ينعكس فقط في التصويت للأمم المتحدة، انعكس في الإجراءات ضد صادرات الاستيطان في العالم، مقاطعة منتجات الإسرائيلية حتى في بعض الدول في العالم، مقاطعة الأكاديمية الإسرائيلية الإسرائيلية وما إلى ذلك. بالتالي إسرائيل ليست فقط في عزلة وليست في عملية نزع شرعية كما ترغب إسرائيل الصراخ في العالم أن هناك من يريد أن ينتزع الشرعية عن شعب، عن اليهود في العالم. هي تريد أن تعمم الأزمة من إسرائيل إلى اليهود. في آخر 30 ثانية أستاذ عاطف، هل تنصح القيادة الفلسطينية بشيء عشية زيارة أوباما إن فشلت؟ هل تعتقد بأنه ضرورة توفر بلان بي أو خطة بديلة في حال فشلت هذه الجهود؟ يعني أنا بعتقد على الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية التفكير في استراتيجية فلسطينية جديدة قائمة على ماذا لو فشل حل الدولتين. علينا أن نفكر جيدا أميرة أن حل الدولتين إسرائيل تعمل كل جهد مغلق، كل جهد لكي لإغلاق هذا الملف. بالتالي علينا فلسطين نطور استراتيجيات جديدة، كيف لنا أن نواجه إسرائيل فعلا في المجتمع الدولي، وأيضا نواجه سياساتها الاستيطانية على الأرض. وأنا أعتقد هذا يحتاج إلى تفكير عميق، يمكن استخراج برنامج سياسي فلسطيني جديد يمكن تسويقه للمجتمع الدولي، في سيما في حالة النقمة الموجودة على إسرائيل الآن، وبنفس الوقت يستعين بأصدقاء فلسطين في العالم ويستعين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. شكرا لك الأستاذ عاطف أبو سيف، رئيس تحرير مجلة سياسات، حدثتنا من قطاع غزة عبر الأقمار الاصطناعية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث، حتى ألقاكم يوم غد. هذه تحياتي أميرة حنانية، ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية دائما للحديث بقية. إلى الزاوية الكاريكاتيرية، تفضلوا، دمتم بخير وإلى اللقاء.